دكتور قتيبة وين اروح؟ اروح نظريات المؤامرة. هذا الكلام المنطقي اللي حكى بيه السيد خسرو. سيد خسرو اروح لنظريه المؤامره، انه هناك بعض القوى يجوز بها داخليه، يجوز بها اقليميه، يجوز دوليه، رايحه تريد تخربط الغزل، الغزل اللي غزلناه هسه راضين عليه الغزل، مراضين من 2003 لحد الان نغزل. زين؟ هذا الغزل ما عاجب لا اطراف الداخل ولا اطراف اقليميه ولا اطراف دوليه. تقول لك بحجة هاي المبررات خلي أجل الانتخابات، وبعدين هي لا قصدها غير قصد، رايحة إلى فوضى، إلى مجهول. حتى اللي يريد يستقل يستقل، اللي يريد يقسم يقسم، اللي يريد يعزل يحزل. أستاذ أحمد زين، إحنا حتى لا يحصر موضوع تأجيل الانتخابات بتحالف القوى أو بالممثلية المكون السني فقط، هم من يطالبون بتأجيل. سمعت الرأي الكردي الآن؟ أنت سمعت الرأي الكردي الآن؟ طبعا. وسمعت الرأي التحالف الوطني الآن؟ إحنا عندما أعطينا رأينا قبل أكثر من شهر قلنا أن هناك حوالي سنة لإجراء الانتخابات، وهذه السنة أعتقد من الناحية الزمنية هي فترة كافية جدا للحكومة لتوفير مستلزمات الاستقرار في هذه المناطق تهيئة لعودة أهالي هذه المناطق وتجرى الانتخابات، حتى وإن كانت الانتخابات غير مقنعة لنا لكن سوف تكون ضمن الحد الأدنى لمستوى ما نطمح إليه من نزاهة في هذه الانتخابات. لكن نحن لحد هذه اللحظة لم نجد ان هناك نيه حقيقيه لحل المشاكل. تصريحاتكم تردون تحفزون بها الحكومه مثلا، تحفزون بها الحكومه طبعا، تذكروها طبعا طبعا، هذا واجب على الحكومة. وحتى نبعد هذا موضوع نظريه المؤامره حتى نشيله من بالنا، حتى اللي يسمعنا يشيله من باله نظريه المؤامره. مثلا قضاء بيجي صار اكثر من 6 أو 7 شهور تحرر، يعني كل منشاته استبيحت بالكامل، مصفى بيجي اللي كان يغطي حوالي 60% من حاجه العراق اليوم ما بقى ارض خاويه، الطاقة الحرارية، الطاقة الغازية التي كانت تجهز العراق بأكبر نسبة من الكهرباء اليوم أيضا أرض خاوية. وصل الحال حتى السكة الحديدية الرابطة بين الموصل وتكريت أيضا رفعت، وبالتالي ما وصلني خبر أنه حتى الكابلات المدفونة اللي بين حاسل المدفونة بالمصفى من حفرة وطلعت اليوم نسبة الدمار بيجي تحولت إلى أرض جرداء. رغم ذلك، رغم هذه المأساة وهذا الدمار، الناس يقولون دعونا نعود إلى المناطق التي كنا موجودين فيها حتى وإن كان حجم الدمار بهذا الكم الهائل. لكن رغم كل المناشدات والمطالبات سواء على مستوى الحكومة المحلية، على مستوى البرلمان، على مستوى اتصالات شخصية مع الأخ رئيس الحكومة، لم نجد كلامك مثل ما يتهم الكورد، مثل ما يتهم الكورد أنه جاي يستخدم موضوع الاستفتاء للضغط. أنتم جاي تستخدمون فزاعة تأجيل الانتخابات للضغط على الحكومة. أستاذ أحمد، أنا انتخابات ما تهمني بقدر ما يهمني عودة أهلي، بقدر ما يهمني عودة الاستقرار. أنا شو الانتخابات اللي أنا أقاتل على الانتخابات وأنا اليوم فاقد شرعيتي كنائب، أنا ما عندي لا أرض ولا جمهور.